إلى بعض المسائل المتعلقة بموقع رئاسة الجمهورية، وكذلك سوف نتطرق إلى بعض الأسئلة التي طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، وسنكون في خدمتكم بعد انتهاء المقدمة لإعطاء الأجوبة على الأسئلة المطروحة من قبلكم. أخواتي إخواني، قدمت طلبا لكي أترشح لموقع رئاسة الجمهورية، والطلب تم إسناده من قبل الزعيم مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مشكورا. أنا ولدت في مدينة خنقين في سنة 1949، ومن الضروري إعطاء صورة عن الخلفية الاجتماعية والدينية والسياسية لهذه المدينة، لأني ولدت في هذه المدينة ونشأت فيها ودرست فيها. مدينة خانقين العزيزة والمجتمع الخانقيني، إذا صح التعبير، مجتمع متنوع من حيث الديانات ومن حيث المذاهب ومن حيث القوميات. نشأنا معا، والتفاعل الثقافي والاجتماعي كان جزءا من الحياة اليومية. في هذه البيئة تعلمت التعامل مع أشخاص من مختلف الديانات وأشخاص من مختلف المذاهب وكذلك من مختلف القوميات. الدرس الذي تعلمت فيه هو التسامح. التسامح ليس بمعنى أن المقابل كان في حالة خطأ وأنت تسامحه. التسامح بمعنى التفاعل وقبول الآخر واحترام الآخر. في هذا المجتمع التسامحي تخرجت من مدرسة الإعدادية أو ثانوية، من مدرسة الثانوية، وجئت إلى بغداد. جئت إلى بغداد في نهاية الستينات، في سنة 1967. بغداد في تلك الفترة كانت مجتمعاً تعددياً، مجتمعاً فيه تعدد الديانات، تعدد القوميات، تعدد المذاهب وتعدد الأحزاب. كان الجو قبل انقلاب 1968. تعرفنا في بغداد على مختلف الديانات العراقية، ممثلين من مختلف الديانات العراقية. تعرفنا في بغداد على ممثلين من مختلف الأحزاب العراقية، الحركة اليسارية والحركة القومية والحركة الدينية والحركات مختلفة. فكانت هناك تعددية سياسية، تعددية قومية، تعددية مذهبية ودينية. ولكن مرة أخرى كانت الحالة التسامحية هي الحالة المسيطرة على الثقافة البغدادية، بحيث نستطيع أن نقول أن الهوية البغدادية كانت تعبر عن الهوية العراقية العامة والتعددية العامة والوحدة
في إطار التحددية. وبعد تخرجنا من الجامعة من كلية التربية أصبحنا مدرساً مرة أخرى في مدينة العزيزة خانقين، وقضيت مدة معينة كمدرس في هذه المدينة، وكان الأجواء أجواء اتفاقية 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والحركة الكردية بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقائده مصطفى البرزاني، المرحوم مصطفى البرزاني. وحينما ولدت الخلافات في آذار 1974 التحق الكثير من الشباب الكردي وغير الكردي بالحركة التحررية الكردية، فأصبحت مقاتلاً بيشمركة في صفوف القوات الكردية ومناضلاً من أجل الديمقراطية للعراق. كنا نقدم في شعارنا الديمقراطية على الحقوق القومية، حيث كان شعار الثورة وشعار الحزب الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. وكنا نؤمن أنه من المستحيل أن يصل الأكراد إلى حقوقهم القومية بدون بناء كيان سياسي ديمقراطي في العراق. ولهذا ومن موقع الحكمة السياسية للقيادة آنذاك قدموا مفهوم الديمقراطية على مفهوم الحكم الذاتي أو مفهوم الحقوق القومية للكرد. في إطار الثورة تعاملت مع أناس من خلفيات مختلفة، فكان المسيحي عضواً في مجلس قيادة الثورة في كردستان، وكان الإيزيدي عضواً في قيادة الثورة في كردستان، وكان الشيعي سكرتيراً عاماً للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان الشيعي رئيسةً لاتحاد نساء كردستان، وكان الشيعي رئيساً لاتحاد طلبة كردستان. كان هناك الكاكائي وهناك الصابئين، كان العرب من ممثلين أو مناضلين من حركة القومين العرب التحقوا بالثورة لأنهم كانوا مضطهدين في بغداد، مناضلين من الحزب الشيوعي ومن جناحي الحزب الشيوعي التحقوا بالثورة الكردية لأنهم كانوا مضطهدين في بغداد. فالتنوعية السياسية والدينية والمذهبية كانت أيضاً موجودة في حضن الثورة الكردية وفي حضن الكفاح المسلح الكردي. ومن هنا مرة أخرى كان تعاملي مع التعددية، ولكن الوحدة من خلال التعددية، وحدة الموقف، وحدة الصف، وحدة الهدف. فالتعددية ليست خطرة على المجتمع، ولكن حينما يكون هناك عدم الاعتراف بالتعددية واضطهاد الآخر وعزل الآخر وتهميش الآخر يؤدي إلى القتال ويؤدي إلى المشاكل ويؤدي إلى الصراع في المجتمع والصراع السياسي. فهذه الخلفية السياسية والاجتماعية والدينية والإيمان بأن التعددية جزء من الحياة، ولكن في نفس الوقت الوحدة من خلال التعددية هي الحل، هذا كان جزءاً من ثقافتي وأنا شاب في مقتبل العمر. وبعد
نكسة الكفاح المسلح في سنة 1975 في آذار 1975 اضطر الكثير من الأكراد وخاصة الشباب الذين كانوا ضمن الحركة وحركيين في الحركة وقياديين في الحركة إلى الهجرة. فرض علينا الهجرة من الوطن، هاجرنا إلى ديار الغربة وحملنا معنا القضية. القضية كانت معنا، ومنذ اليوم الأول لوصولنا إلى أوروبا حملنا القضية معنا. كنا أصحاب قضية، ولكن العمل من أجل القضية وساحة القضية تغيرت. ساحة القضية تغيرت من الجبال إلى أوروبا. عمل القضية، وسيلة العمل من أجل القضية تغيرت من النضال الحزبي والنضال المسلح إلى النضال السياسي والفكري والدبلوماسي. وكنت منذ الأيام الأولى لوصولي إلى أوروبا من مؤسسي جمعية طلبة كردستان في خارج الوطن، ولعبت دورا قياديا في هذه المؤسسة الطلابية. كان مرة ثانية هدفنا هو تعريف الشعوب الأوروبية والرعي العام الأوروبي بالقضية العراقية. شعارنا كان لا زال الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. بنينا علاقات واسعة مع منظمات مختلفة، منظمات تابعة لحركات في الشرق الأوسط وأحزاب أوروبية وقيادات تقود الرأي العام الأوروبي. كان لنا أثر كبير في مع زملائي، مع إخواني، مع أخواتي في الحركة من أجل العراق ومن أجل كردستان. النظام كان يتابعنا وكان يفتقد أهلنا، ولكن استمرينا في النضال من أجل القضية. في أوروبا درست وكونت عائلة وتزوجت. أنا أشير إلى مسألة وبعد ذلك سوف أعود إلى القضية، لأنه بالنسبة لي القضية مهمة. ولكن حينما تتصدى لمهمة ولموقع فيكون هناك حملة نفسية وحملة إعلامية ضدنا. الحملة النفسية والإعلامية بدأت لأنهم يتحدون الجبل، والجبل ما يهزك ريح. سوف نجاوبه وسوف نكشف أخطاءهم ونكشف أكاذيبهم. بدأوا بحملة، وأنا لست من الأشخاص الذين يجيبون على هذه المسائل، ولكنني مضطر أن أجيب لأنهم بدأوا بنشر الأكاذيب. وللشعب العراقي الحق أن يعرف من هو الشخص الذي يريد أن يصل إلى هذا الموقع القيادي، أن يعرف شيئا عن تاريخنا، أن يعرف شيئا عن خلفيتنا، الخلفية السياسية، الخلفية الاجتماعية، الخلفية الدينية، أيضا شيئا عن العائلة.